تحياتي أكيد لكل المشاهدين، وإن شاء الله كل الناس اللي ما مشت المدينة المنورة يا حسام يعني إن شاء الله ينالوا زيارة المدينة المنورة. تحية لكل المشاهدين وكل الناس اللي انضمت لنا، ونحن حسام أكيد الليلة محتفلين يعني بالعام الهجري الجديد، إن شاء الله يكون عام جميل على كل الأمة الإسلامية في كل مكان. وأكيد صناعة المخبوزات الحاجات الجميلة اللي أنتم شايفينها دي حنتكلم عليها الليلة، وطرق صناعتها وكيفية يعني تشكيل الحاجات الجميلة دي. بنسعد جدا أنه يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذة إشراقة كمال علي. مرحب بك وحبابك في صباح الشروق. الله يخليك، تسلم. الله يديك العافية. أهلا بك كثير، سعيدين جدا بك في صباح الشروق. تسلم. وأنا من جاي راجيك بالمناسبة لأنه في سؤال واقف لي هنا. سألت مين زول؟ فما عارف الناس ما عندها علاقة بالاتيكيت ولا في شنو. زميلنا سفيان بيقول لي يا أخي الحفاظة دي نزيلها تحت لأنه احنا قاعدين نحطها في الواطة. عشان ما فما كان حيجاوب لي على سؤالي إذا سألته. لكن طالما لو خطيتها تحت منظرها بتكون جميل ولا لعيب. لكن قاعد تتعامل كده في كثير من بيوتنا صح؟ فعلا. انا حكوب اللبن البودره مثلا والسكر، التيباك ده وضعه كيف في الموضوع ده؟ في البدايه ولا في النهايه؟ لا، بعد ما انت تخطه وبتكوب المويه السخنه فيها. بعد ما احط التيباك؟ ايوه. كويس، ما قلنا بعد شويه نفتح نشرب شاي كده، ما نشتري الحاجه دي على الهواء. سعيدين بك وسعيدين كمان باحتفالنا اليوم بهجره المصطفى الحبيب. وخلينا نقدم استاذ اشراق كبطاقه شخصيه تورينا بداياته مع صناعه المخبوزات بصوره عامه. والله طبعا انا ابتديت يعني قريب جدا في الحاجات دي، فيعني انا حبيت يعني عندي رغبه في الحلويات، الخبايز، المطبخ. انا بحب المطبخ شديد. يا سلام. فيعني انا ابتديت بعمل بلح الشام اولا. ثاني شويه شويه يعني بدخل النت وبشوف في التلفزيون في قناة زي شلتها ما خشبك كده يعني. تعلمتي من النت ولا خشيت دورات تدريبية؟ لا ما خشيت النت، بس من النت ومن التلفزيون الشيف حسن. يعني أنا بشوف الحاجة وبطبقها في البيت والحمد لله يعني تنجح. جميل. وبدأت في الموضوع ده، ويعني حتى في البيت بعمله، الجيران والأخوان والأهل بدوا يشتروا مني، يعني شجعوني على الحكايه دي شديد. جميل. استاذ اشراقه، اكيد المخبوزات عندها انواع كثيره جدا، واي زول بيحب يقول لك يا اخي انا بحب النوع الفلاني، بحب اتذوق النوع الفلاني. دايرين نعرف اول نوع انت بديتي به، ويا ريت لو تكلمين عن الانواع المختلفه للمخبوزات. انا بديت باول بديت ببلح الشام طبعا. بعد عشان سهل ولا شنو؟ ده كان حاجه سهله يعني. بديت بقى يعني داري اشوف بقى طريقي هل بتنجح معاي ولا لا. يعني بديت والحمد لله. وقفت فتره، بعد كده قمت بديت بالبسيمه برضه نجحت يعني ومشت معاي، لكن انا كنت يعني جد بقطع الشغل. يعني قالوا لي لازم انت تستمر في شغلك، استمراريه في اي عمل عشان ما انا اطور شغلي. اي ان شاء الله. فبديت تاني بالكيك، بعمل الكيك والكيك ذات بتفنن فيه. يعني ناسي انا عندي الكيكه الاسفنجيه. الكيكه الاسفنجيه يعني عشان انا اشكل الاطفال وارغبهم في الحكايه وكده، بنفس طريقه عمل الكيكه الاسفنجيه بعمل الانجليش كيك. بنفس الطريقه، بس ده القالب بيختلف عن قالب الكيكه العاديه. فبعمل له مكسرات فواكه او بعمل له زبيب عشان ارغب فيه الاطفال. تطور الانواع دي والاشكال وتطور الفنيات برضه، الحاجه دي هي فن في النهايه. أيوة. خلينا نتكلم عن التطور ده وكيف الافكار دي بتجي وبتدعميل. فبس انت بتشوفي الاشكال الثابته المتعارف عليها مثلا زي الكيكه الانجليزيه والاسفنجيه، ولا بتحاولي تطوري بفكري انك تدخلي حاجه جديده؟ ايوه بحاول اطبق وبحاول. يعني انا ذاتي احيانا بتخطر لي حاجات كده بعملها براي وبتنجح. يعني بحاول انا اعمل حاجات يعني اطور في شغلي واعمل لي يعني حاجات جميله بتخلي كل الناس يعني مبسوطه. قبل ما منذر يسال انا وروني سكركم عامل كيف، على عشان انا حركز مع الشاي ثاني. سكر طبيعي غايته بتاع الشباب. سكر ثاني حقبه له 6 ملاعق. لا انا شكرا شكرا ما انا عشان عندي السكريات اساسا. ربنا يديك العافيه ان شاء الله. استاذ اشراقه، الكيك ده تقريبا هو اكثر حاجه بيحبوها الناس السودانيين، فالمعلومه دي صح ولا في اشكال اكثر محبوبه للناس؟ والله في اشكال اكثر، ناس بيحبوا الكيك،
وبرضه بعمل انا الخبايز طبعا. بعمل اللانكشير، البيتي فورد، بعمل الغريبه، بعمل المنين. في ناس بيرغبوا المنين اكثر، بيحبوه شديد اكثر من البسكويت. بعمل البسكويت، بعمل الكعك، يعني كل انواع الحلويات انا. طيب نحن حسام نخلي انه بساحتنا مع الخبز الموجود قدامنا، فإن نعرف طريقه عمله كيف، يعني مواصفات والمقادير، يعني المقادير. ايوه يلا المقادير على حسب الذي اهم حاجه طبعا. المقادير دي على حسب القالب. نعم. يعني عندك قالب بيعمل بمقدار 6 بيضات او 8 او 12 على حسب القالب. طبعا زمان احنا الكيك ده كان الناس بيشتغلوا بالمقادير بالملعقه. يعني زمان كان في الحله بتاعت الكيك بنعملها بالبوتاجاز. يعني بتعمل بالملعقه مثلا 6 معالق دقيق وبيض وبيكنج بودر كده. حس الحاجات تطورت شويه، فبقينا نشتغل بالفرن وبالكوبايه مغادر. النساء السودانيات دائما يا حسام يا استاذ اشراكه مبدعات في الحاجه دي. زمان بيكون في مرأة معينة في الحي بتعمل الحاجات دي. أيوة. حاليا بس انتشرت في البيت يعني. حتى بناتنا الصغار بيجن فعلا يتعلمن. البنات الصغار دي بيشوف طبعا فاتحين النت طوال وبيشوف اي حاجة لازم يطبقوها. وانا بتمنى يعني كل الشباب والامهات والاخوات انه يرجعوا للحاجة دي، جميلة جدا بالمناسبة. جميل. طيب الحاجة دي ممكن تكون شكلت لكم عبء انتوا كم يعني ممتهنين للمهنه دي، انه الناس بقت تعمل الكيك في البيت يعني. ايوه بتعمل يعني. انا الكيك بالنسبه ده للسوق يعني. يعني بالنسبه للسوق انا الكيك ما قاعد اعمل كثير للسوق. بعمل الخبايز اكثر شيء. جميل. والخبايز عندي احيانا موسميه، احيانا في ناس عندهم افراح كده بيجوني يقول عايزين موسميه. عندها أيوة. علاقه بالافراح بس ولا بالاعياد؟ الاعياد يعني. بالاعياد احيانا في ناس اللي بيعرفوني يعني يقول عايزين للمناسبات بعمل. وبعمل الفطاير بانواعها. يعني اكثر حاجه حاسبينا في السوق ماشي شنو؟ والله الشعب السوداني بيحبها جدا. طبعا انا اكثر شيء كان عندي في بدايتي البسكويت بيرغبوه، كنت بجيب الاطباق من السوق وبعمله بعبيه وببيعه. يعني كانوا راغبين شديد وبقول لي اصلا ما توقفيه. لان الشاي الصباح بدل ما اشتري لي رويال البسكويت ده كويس بيكون بكميات كبيره. أيوة. واقتصاد يعني. أيوة. بالنسبه للحاجات. أيوة. دي. أيوة. طيب استاذ اشراكه نصيحه بتوجهها لكل ستات البيوت ولكل الناس اللي بتعمل في مجال المخبوزات، ممكن تقدم لهم نصيحه عبر صباح الشروق؟ والله بتمنى يعني كل الاخوات والامهات داخل وخارج السودان انه يعني الحاجه دي حاجه هي بسيطه يعني. بالنسبه لل السوق الحالي طبعا صعب شديد. المغادير والحاجات دي بقت غاليه غاليه خالص. نعم. عندك شاي من غير سكر؟ شكرا. ان شاء الله ينال العدد. شكرا. الله يبارك فيك. طيب يعني بناشدهم انه حتى لو اخواتي الكبار وكذا ما رغب من الحكايه، يرغبوا بناتهم في الحكايه دي. يعني حكايه جميله جدا واقتصاديه بالنسبه لهم. حتى لو جاء مضيف في اي وقت ممكن يعملوا حاجه، دي حاجه بسيطه و مريحة. مفكرة انك تدربي؟ اه مفكرة انك تدربي الشباب على الحاجات دي؟ والله قال لي ما عندي مشكلة بعملها ان شاء الله، ما في مشكلة ما في مشكلة، بساعد، احب اساعد الشباب كله. طيب كيف بتعاني برضه للمستقبل اكثر عشان ما تطور الصناعة اكثر، ونحن في سوق عمل يعني. ايوه. بالتالي انا عاوز اتطور اكثر، ممكن ادخل حتى مثلا فرام كبيرة، قوالب كبيرة، اشكال. أيوة. مختلفة، مواد حافظه، الحاجات دي يعني. تطوير الصناعه اكثر عشان ما اقدر انا اكون موجود في السوق بقوه واعمل انتشار اكبر. طبعا لسه عشان مبتدئه جديده وباديه في البيت، يعني الحاجات دي لسه ما فكرت فيها خالص. عشان يا دوب مبتدئه، بعد ما شغلي يتطور ويمشي لقدام في المستقبل ان شاء الله. ما شاء الله الطعم جميل جدا. يديك العافية. وزي ما ذكرتي انت مرات بتشتغل في المناسبات وتفاصيل دي. أيوة. الليله ما شاء الله بدايه سنه هجريه جديده، وما شاء الله يعني الطعم يديك جميل العافية. جدا. هو بالهنة. بكره الناس حتحتفل ان شاء الله. عديتي للاحتفال يوم بكره مخبوزات كثيره، الناس محتفله بالعام الهجري الجديد؟ والله طبعا قلت لك بالطلبات هي. يعني اذا زول طلب مني بعمل، وإذا ما طلب طبعا أكيد ما بقدر. يعني السع في الأيام دي والزمن الحالي ده يعني بقت المواد غالية وما بقدر يعني جد. يعني هسه في ناس بيطلبوا مني بقول لي مثلا عايزين بسكويت، بسكويت أنا أحيانا ما بكون عندي المواد جاهزة، بقول لك أنت جيب المواد بتاعتك، بكتب لك الورقة
انت عايز كم كيلو او كم مقاس، بكتب لك تجيب لي الحاجات بتاعتك وبعدين بشيل. لا لا كويس. انا كتير بتمر علي مواقف بعيد يعني عن الموضوع، لو بكون شايل كوبايه الشاي معه كيكه وبيقوم بيتكشح مني، خلينا نديك فرصه شويه تشرب الشاي واستمتع معانا. ان شاء الله انا بتكشح مني الشاي بتحسر جدا. استمتع معانا بواحد من اجمل المناظر الطبيعيه الخلابه والسياحيه ايضا في السودان، جمال كسرى وجمال توتيل تلكم الجبال الشامخه والرائعه ايضا. نتابع دعوه لك ولكل مشاهدينا ونعود نستكمل حوارنا.